بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف وكرم وبارك وأفضل، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يكفينا آمالنا ووفقنا يا رب لوسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم يا رب العالمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل دعاء الداعين، واغفر ذنب المذنبين، واستر عيب المعيبين، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، وشفع بنا الصيام والقيامة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع الذي جعلته لنا بشرى وبشارة وفرج لنا يوم القيامة، نتوسل إليك به وبحبنا به صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم إلا أن تجعلنا من عتقاء الشهر الكريم هذا من النيران، نحن وذريتنا وأحبابنا وكل من التزمنا وأحبنا في الله وفي رسول الله وكل من وقعت عيوننا عليه من المسلمين ومن أمة حبيبك المصطفى يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي القاهري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه للدارين آمين. الحديث 41، وهو آخر حديث في الجزء الأول، والكتاب 4 أجزاء في مجلدين. آخر حديث في الجزء الأول من الكتاب من المجلد الأول هو الحديث 41، حديث تقديم العشاء على الصلاة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالغداء أو بالعشاء، ابدأوا بالعشاء، هذا هو النص. وفي نص آخر: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. إذا حضر العشاء والعشاء، والعشاء هنا المغرب عادة، لأن غالب الصحابة كانوا يأكلوا أكلة مع المغرب، إذا كان صائم فإفطار، وإذا كان غير صائم فهو بيأكل الصبح ويجي بعد المغرب أو على المغرب يكون بيأكل، فكانوا يأكلوا وجبتين. إحنا بقى عملنا بدعة الثلاث وجبات، فدي بدعة عملت لنا تهمة وأفسدت مفاصلنا. كل المصريين يجروا كرسي ويقعد يصلي، طب ليه؟ من الأكل. قلل الأكل يقل الوزن، مفاصلك تبقى سليمة، تعبد ربك على كمال إلى أن يتوفاك الله. في بقى ظهري وجعني وركبتي وجعني والعالم مكسحة، دي كل ده بسبب الأكل. الستات المصريات على سن الـ40 ركبوا تلخلخ، تلاقي الستات اللي جايين من جميع انحاء العالم الا المصريين ماشيين حلوين في الطواف وفي السعي، الا المصريات دول ماشيين مكسحين من اكل المحشي، كل يوم ياكلوا محشي وياكلوا حوالي وياكلوا لحمه، يوميا ياكلوا لحم. ليه كده؟ اكل اللحم يوميا يقصر القلب، وترك اللحم بالكليه ايه؟ يفسد الطبع، الاعتدال فيه.
يعني لو عايز، لان اكل اللحم يوميا يخليه زي المفترسين كده، يديك ايه حب انتقام وتشفي، ويمنع منك حكايه انك انت تعفو عن نظره. تقدرش تستحملش اللي يضربني يضربني، اللي يرشني بالميه ارشه بالنار. مش الناس يقولوا كده ليه؟ لان بياكلوا لحمه كل يوم، فبقوا مفترسين. مفترس الطباع. اتفرج كده في اي عزومه او حفله زواج او بتاع، والمصريين بيغرفوا اكل، يهجموا على اللحمه، مع ان عندهم 100 نوع، صح ولا لا؟ دي مظاهر معروفه في المصريين غريبه يعني، حتى ان اللي عاملين مطاعم كبيره وفنادق كبيره عارفين الطبع ده في المصريين، يخشوا على اللحمه على طول. فعايزين نبطل الحكايه دي بقى. فالصحابه كان ايه؟ ياكلوا وجبتين في اليوم. فيبقى اذا حضر العشاء والعشاء، سماها العشاء على الاسم المشهور عند العرب، لان العرب كانت تسمي المغرب العشاء، وكانت تسمي العشاء العتبه. كويس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء العتبه. فتسمي المغرب مغرب وتسمي العشاء عشاء، ما تسميش العشاء العتبه. والمصريين يقول لك العتبه بتسكين ايه؟ التاء اللي يصوم ترك اللحم بالكليه يفسد الطبق. يفسد الطبق. ده يا جماعه كلام اهل تربيه القلوب. يعني لما تاكلها مره في الاسبوع حلو، تبقى معتدل كويس. مرتين في الاسبوع ماشي. يوميا نسيره ماشي. لكن يوميا طبق زي يعني. هو انت اسد يعني وحابسينك في قفص كل يوم يجيب لك فريسه؟ فالحكايه صعبه. بتعمل والله حاجات كتيره بتبوظ غضاريف الجسم، وتلاقي الانسان ماشي تملي مكسر وتملي تعبان، واخد بالك؟ وبعدين كمان بتورث. بتورث ايه؟ بتورث الادمان. يعني تعمل ادمان، يعني اليوم اللي ما تاكلش فيه لحمه مهما اكلت يقول لك انا حاسس اني افتاد، صح ولا لا؟ الناس تقول كده لانها بتعمل ادمان. عامله زي ايه؟ زي السجاير كده، لو مش شربتش يبقى خرمان، لو ما كانش لحمه يبقى هفتان. فهمت؟ فبتورث الحكايه دي، ودي من الحاجات اللي تعمل ادمان. الشوكولاته واللحوم دي حاجات تعمل ادمان بالفعل. فحتى اولادك ما تدعوش الشوكولاته كل يوم، يدمنوها. يصبح بالطبع لا يصلح به الا ما يجيب شوكولاته كل يوم وياكل. فغلط. العاده الا تكون لك عاده، حتى لا تكون عبد العادة. تخلي نفسك عبد الله. تبقى التربية هي التربية. العادة ألا تكون لك عادة. إن أردت أن تخرق لك العوائد فاخرق في نفسك العوائد. كل ده كلام مين؟ أهل التربية. فالواحد ما بقاش أسير عادة معينة خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم: الموجود يكفر، مش موجود يصوم، ولا يعيب طعاما قط. شفت سنن النبي حلوة غير بحكاية تربية اللحية. يعني في سنن تانية حلوة كتيرة للنبي غير حكاية اللحية دي والثوب الأبيض والعمة، لكن علشان الحاجات دي فيها وجاهة بنعملها. لكن وقت الجد الحاجات التانية لا، كل يوم خص وكذا. يعني لما يأكلوك كل يوم لحمة يقولوا كل يوم لحمة بطر بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عادته ايه؟ يجل النعمة وإن دقت، ولا يعيب ذواقا قط. شوف دي سنن ميتة ايه؟ في حياتنا. إنما ما يعيبش طعام أبدا. إن اشتهاه أكل، وإن لم يشتهيه ترك وخلاص. إنما مش طول النهار قاعد يتكلم في الأكل، يا سلام الأكلة دي حلوة، الأكلة دي مرة، الأكلة دي حادة، الأكلة دي مظبوطة. طول النهار أكل ده كلام الشارع بقى. الشارع تملي طول النهار، يقعد يكلمك على الاكل. امبارح كلنا اكله حلوه، واول امبارح اتسحرنا سحور حلو، والنهارده فطرنا فطار جميل، وبكره هجيب لهم مش عارف ايه عشان يعملوا لنا ايه. كل كلامه على الاكل شارع. انما ما كانش كده. فبطل بقى حكايه الكلام على الاكل علشان تخرج من هذا الى سنه النبي ورقي الطبع والاخلاق.
فاللحوم إن أكلتها يوميا فخذ كمية بسيطة دواء. عارف بص للحمة إنها دواء كويس، لأن لو تركتها يفسد طبعا، ولو خدت منها كتير تبقى شرس. واضح؟ يبقى دي اسمها دواء بقى، ليها أعراض جانبية وليها إيه؟ عوارض نقص. عوارض النقص منها فساد الطبع. نفسك تقعد تعيط لك كل يوم عايز كباب عايز كباب، لو ما اكلتش لحمه. لو قعدت شهر كده ما اكلتش لحمه يا تبقى مش طايق نفسك. تعدي على بتاع الكباب كده تشم كده وتجيب رغيف تخطب حتى لو معكش فلوس. تاكل على الريح. كويس؟ فيجي الراجل بتاع الكباب يقول لك ادفع فلوس تروح تطلع له الجنيه تعمل له كده. شم ريحته. تحطه في جيبك كده. فهمت الطريقه؟ يبقى الصحابه كانوا ياكلوا وجبتين، وجبه الصبح يسموها الغداء، لان الصبح اسمه غداء، فاحنا نسميها افطار، هم يسموها الغداء. الغداء يبقى الغداء بتاع الصحابه كان الصبح مع الضحى كده، مع الضحى يكون اللقمه بتاعته كويسه الموجوده، يقول لك الخيره بالموجوده كده. برضو كلام المصريين العوام الحلو اللي هم اتربوا على ايه؟ لان خد بالك ان الشعب المصري ده متربي تربيه صوفيه اصلا. اللي رباه علماء الازهر من جميع اقطار الايه؟ من جميع محافظات مصر وقرى مصر ومن جوه مصر، كانوا يتعلموا في الازهر وياخدوا الطريقه ويروحوا في بلادهم يعلموا الناس، فكانوا يربوا الناس على الاحسان، ما يربوهمش على الاسلام. ما يربوهمش على الفقه. يربوهم على الإحسان، على الأعمى. عشان كده المصريين يعملوا إيه؟ يقول لك ما أقبلش العوض أبداً. مش ده كلام العوام؟ مع إن الفقه الإسلامي يجيز قبول العوض. يبقى من حيث الفقه اقبل العوض. لكن من حيث الإحسان التنازل. فالمصريين اتربوا على الإحسان. تربية صوفية محضة. فهمت؟ عشان كده يقول لك في كلامهم يقول لك اعمل الخير وارمي البحر، او ده كلام صوفي. يعني انسان ما تنتظرش الشكر من بني ادم، اعمله لله خالص. ارمي البحر يعني ما تفكرش فيه ولا تنتظر ان يترد لك تاني في الدنيا، ده انت تعمله وتسيبه للاخره بس. ادي كلمه اعمل الخير وارمي البحر، ده كلام صوفي محض. فهمت؟ فتلاقي كل كلام المصريين شعب اتربى على الصوفيه دون ان يشعر. فهم؟ على اخلاق العاليه. نروح الحرمين مثلا، بتحتك بشعوب اخرى غير المصريين، والدنيا زحمه في الروضه الشريفه وانت عايز تقعد جنب النبي، وزحام بقى. لما تلاقي اثنين مصريين قاعدين مزنوقين كده وتيجي تقول له وسع يا محمد، لو حطت رجله فوق رجلك ويقعدك جنبه، والله دي حقيقه. طيب روح لواحد غير مصري ما ترباش التربيه الصوفيه اللي هي الايثار، أو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول لك أنا جيت أقابلك هتعمل لي إيه ويعمل إيه كده؟ اتعرضت للموقف ده ولا ما اتعرضتش؟ اتعرض لي للموقف ده. يعني كنت أنا قاعد في الصف الأول على يمين المنبر في العمرة اللي فاتت دي. راجل من أهل المدينة قاعد كده. كل يوم ليه مكان معتاد وفرش له فرشة ويجيب المغرب والعشاء ده بتاعه. كويس. وبعدين قاعد جنبيه واحد مصري لابس الايه الجلابيه المصري بتوع جوجه بحر، اللي هي الجلابيه اللي هي ايه كمها واسع كده وبتاع، والطاقيه اللبنة كل الناس عارفينها بتوع ايه فلاحين الدلتا. الراجل المصري ده قاعد كويس مربع كده حلو، يعني واخد مكان حلو. والتاني قاعد طبعا القعده بتاعته اللي هي كرسي مسند وبتاع شيخ بندر بقى في المنطقه. بقى يجي واحد تركي عايز يصلي بينهم، وده ربع والتاني مقطوع، يعني مكان لو لما بالدواء ده يكفي واحد ويمكن يكفي اثنين. فقام المصري باخلاقه العاديه الفلاحي العاديه، راجل بسيط يعني شكله مش من العلماء، اول ما ده الراجل التركي راح عمل ايه؟ واخد بالك ازاي؟ والراجل حط الشنطه بتاعته قدامه راح واخدها له وشايلها له وحطها له مش عارف ايه، يعني بيرحب بيه بالعمل. قام الثاني يعمل له ايه؟ راح واخد الشنطه رماها للراجل التركي.
افرد رجلك كده، انت اولى بالمكان، انت جيت الاول. بالطريقه دي شوف الفرق بين الاخلاق ده، ده مسلم وده مسلم. الكلام اللي بيقوله الشيخ ده صح على فكره من حيث الفقه، ان الذي سبق اولى بالمكان ده في الفقه، لكن في الاحسان اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فهمت بقى؟ فالمصري الفلاح ده متربي تربيه صوفيه محضه بقت سجيه، مش بيفكر بالفقه. فهمت؟ فانا طبعا علقت على الموقف، انا كنت قاعد وراهم، فرحت رايح بقى للراجل اياده، واخد بالك، بقول له شوف الفرق بين تربيه المصريين وتربيه غير المصريين. انت بتكلمه كلام صح بالفقه وهو بيؤثر على نفسه، ايهما افضل، الاحسان ولا العدل؟ بص لي كده وسيدي، لم يرد ولم يقتنع، هو لم يرد ولم يقتنع على فكره، لانه فات بدري قوي عشان يبقى من عوام المصريين، ده بدري قوي عليه عشان يبقى من عوام المصريين، عشان تعرف الشعب المصري طيب. طيب لانه متربي على الكارد السجاير الحلو، لو انت جعان وفي ايدك لقمه مش هتكفيك، وحد طلب منك نصها تقطع له قدامه، صح؟ طب روح في اي شعب تاني كده، نادرا ما تجد هذا، لان مين اللي ربانا؟ هم مشايخ الصوفيه. الازهر ده اصلا كان كل مشايخ الازهر تلاقي شيخ طريقه ومربي، مربين مش علماء وبس، لا ده علماء ربانيين. شفت بقى؟ لان في عالم وفي رباني، واللي يجتمع فيه الاثنين هو ده بقى الفضل كله. اللي يجتمع فيه العلم والتربيه هم دول اهل الازهر، اللي كان يجتمع فيهم العلم والتربيه. في بقى في الطرق الصوفيه ناس تخصصوا في التربيه وعندهم نقص في العلم، واخد بالك؟ لكن المتخصصين في التربيه مفتوح عليهم في امراض القلوب، يقوموا ساعات احيانا علشان ما عندوش العلم النظري الكبير الناس تستهتر بيهم، هم اولياء كبار. وفي ناس من العلماء ما عندوش خبره في التربيه، حافظ الاحكام لكن لم يذقها حلاوتها في قلبه، حافظها تمام. فهم؟ وفي بقى اللي جمع بالاثنين، اللي جمع بالاثنين كان اغلبهم تلاقي في الازهر الشريف، وده سر ان ربنا ابقى هذه القلعه الى الان مناره للاسلام ببركه من ايه؟ من غرسوا هذا الفقه فيه. وتلاقيه كده، يعني انا تملي اما اشوف كده المصريين في مواسم الحج على فكره، مواسم العمره بتشوف الجنسيات كلها قدامك في حته واحده. شوف تصرف ده ايه وتصرف ده ايه وتصرف ده ايه وتصرف بالسجايا. تبص تلاقي المصريين تصرفاتهم، واخد بالك ازاي؟ في الغالب الاعم ما لم يكن جنبه واحد يقويه. يعني لو نفسه كده الراجل ده من التاني. اول ما الراجل قال له لا افرد رجلك انت اولى بالمكان، جدع. واخد بالك؟ لكن لو سابوا لسجيته اللي هو متربي عليها، يا ده يوسع عليه، ده مش كده وبس، ده ممكن يقوم لواحد جنبه. الى هذه الدرجه. فهمت بقى؟ فاحنا عايزين نرجع تاني للتربيه اللي هي تحب لاخيك ما يحب لنفسك، تحب لاخيك ما تحب لنفسك. المعاني دي اعلى عند الله من ان حقي وحقك. عارف حقي وحقك ايه؟ اه ده حلو صحيح، بس لما تعامل الناس بالحق والمستحق ربنا هيعاملك بالحق والمستحق. وقف انت بقى خليه حسبك بالحق والمستحق، هنروح في داهيه. ان ما كانش ربنا عاملنا بالفضل مش هننجو. فاذا اردت ان ربنا يعاملك بالفضل عامل الناس بالفضل. اذا اردت ربنا يعاملك بالعفو عامل الناس بالعفو. اذا اردت ان تعامل مع الله بالعدل فعامل الناس بالعدل، فما بالك اللي بيظلم؟ ده لا يذكر بقى، ده مش في بالنا. اذا كان اللي بيعامل الناس بالعدل في خطر عظيم. اللي بيعامل الناس بالعدل يقول لك انا ما اخدش من حقي. فهم؟ ما اخدش حرام خالص طول عمره، ياخد حقه بس. ما يتنازلش عنه، بس ياخد حقه. عارف ده بقى يوم القيامه في خطر عظيم.
لان ربنا برضه هيعامله بالحق بالظبط. يقول له انت صليت الصلاه بتاعتك 60% منها كنت سرحان و20% منها كنت معجب بيها و30% منها قال له احنا بقينا 105 ده بقينا 120 ده هيطلع مديون ده لسه ما كملش و40% منها كذا ده بقينا 200% ده احنا هندفع من الجبنه. فهمت بقى وهو جاي ايه؟ ما تركش صلاه ابدا لان انت بتعامل الناس بالعدل بقى فربنا هيحتاج لك كشف الحساب بقى بالحق بالعدل. صليت مظبوط ولا لا؟ مش انت بتاع المظبوط؟ تعالى يا مظبوط يقوم يظبطك. فهم؟ انما بتوع العفو. شوف النبي بيحكي قصه مين؟ رجل من الامم السابقه من بني اسرائيل كان مؤمنا ولم يفعل خيرا قط. فقابل ربنا يقول ربنا عايز يرحمه لانه شايف انه عمل عمل كبير يغفر له كل تركه للتعدي طول عمره، لكن هو مش منتبه لهذا العمل. يقوم ربنا يقول له ايه؟ اخبرني عن ارجى عمل عملته. هو ربنا اعلم بيه بس ربنا عايز يبين له انه هيدخله يعني وليه عين يعني، لان هو لو دخله كده من غير ما يعرفه هيبقى عينه مكسوره مكسوف. هو ربنا عايز يدخله بعزه لان العزه لله ولرسوله والمؤمنين. فاهم؟ مش عايز يدخله الجنه ويبقى مسلول، لا ده عايز يدخله بعزه مع انه مش هيدخل الا برحمه ربنا، لكن ربنا برضه يقول لي ايه؟ وادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، طب ما احنا ده العمل ده ما حدش هيدخل الجنه بعمله، لا ما حدش هيدخل الجنه بعمله بالحق حقيقه، ولكن عشان ربنا يتفضل عليك يدخلك بعزه وينسب العمل ليك. فالمهم فالراجل ده قاعد يفكر كده ويقول يا رب لا ابد. يوم ربنا يفكر يلقي له حجته وعايز يرحمه. يقول له تذكرت يا رب انا كنت اعامل الناس واسلفهم المال، كل ما يجي لي واحد محتاج مال اسلفه، واذا جاءني معذورا انكرته، وكنت اقول لعاملي اذهب الى فلان وفلان تحصل منهم الاموال، من اعتذر لعسره فلا تشق عليه وكان يعفو عنه. فالحكايه اللي كان بيعملها دي وهو مش دريان بيها ربنا فرحان بيها قوي وربنا راضي عنها قوي. فقام ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ كما عفوت نعفو وكما صفحت نصفح. ادخل الى الجنه. شفت بقى ان ربنا هيعاملك زي ما بتعامل الناس. عشان كده ايه العلماء التربيه يقول لك ايه؟ الناس دول هم الداء والدواء. هم الداء والدواء. هم الحجاب والمدخل. بيهم ممكن تتحجب. وبيهم ممكن تدخل على رحمه ربك. فهمت بقى الحكايه؟ فناخد بالنا من الحكايه. ظاهر الحديث اللي هو إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أهو إذا وضع العشاء وأنا أقيم الصلاة يعني فرض، إحنا كمان مشغولين بالنافلة يعني الحقيقة لو نشرب الشاي دي كلها رحمة بينا، لأن رحمة بينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا نظر لضعفنا واحنا من ضعفنا بنحتاج نشرب بنحتاج ناكل. ما لو ما قلناش كله هناكل برضه، ما احنا محتاجين صح؟ لكن ربنا يريد ان يخلي اكلنا عباده. شوف التشريب بقى يوم يحول العاده الى عباده عشان يزيد فضله عليك. هذه الحكايه. هو لو قال لكش يعني وانت جعان قوي وقيمه الصلاه هتقول له ايه؟ اقفلوا الشباك مش عايز تسمع حتى الاقامه. هاتوا الاكل صح ولا لا؟ طبعا جعان هتعمل ايه؟ مش هتقدر تنزل تصلي. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما نظر لضعفك
وانك انت هتعمل كده لو سابك ادك التصريح عشان تعمل كده بامر الله مش بامر نفسك. شوف الترقي بقى يقوم يخرجك من نفسك اليه، فما تبقاش عبد شهوتك، لا تبقى عبد ربك، لان ربنا يغير على قلب عبده انه يكون خاضع لشهوته، يقوم يحول شهوته لطاعة. شفت بقى ظاهر الحديث يدل على جواز تقديم العشاء اذا وضعت وان اقيمت الصلاة. خد بالك العشاء اذا وضعت، لكن العشاء لسه مراتك قالت لك بعد ساعتين الاكل هيبقى جاهز واقيمت الصلاة، خلاص انزل صلي. وبعد ساعتين هتعمل ايه دلوقتي يا تنبل؟ تخش تنام؟ تنبل دي كلمة تركي يعني يا كسلان، كويس؟ بس مشهور عند المصريين، غير المصريين ما تقول له يا تنبل ما يفهمش، لكن المصريين لان الاتراك حكموهم سنين طويلة فخدوا من لغتهم بعض الكلمات كده يقولوا، فالتنبل هو الكسلان. يبقى هنا يشوف ايه اذا حضر العشاء، العشاء يعني الاكل خلاص اتحط وسمعت الاقامه وانت جعان كل، طب اتحط الاكل وانا مش جعان واقيم في الصلاة، يبقى الكلام ده موجه للي جعان وحضر الاكل مع الاقامه مش موجه لكل انسان. فهمت بقى؟ يبقى تكون جعان، طب اتحط الاكل وانت مالكش نفس فيه مش عاجبك، بس انت من ادبك ما بتعبش في طعام قط، لكن الاكل ده لا تشتهيه وانت جعان وحطوه قدامك وسمعت الاقامه روح صل، وانت كده كده مش هتاكل الاكل ده، صح ولا لا؟ شفت الحاجات دي كلها اسمه فقه الحديث، نور الفهم بقى، مش اوامر كده على طول. اول ما الاكل محطوط لازم اكله، لا مش لازم تاكله يا استاذ، انت جعان طب بتحب الاكل ده ولا مش جعان او ما بتحبش الاكل ده؟ يبقى بتختلف احوال الانسان. يبقى النبي ده موجه الكلام صلى الله عليه وسلم لبعض امته، ان كان صائما فيعجل بالفطر، وان كان جائعا فيعجل بالطعام حتى لا ينشغل في صلاته بان نفسه تحدثه بالطعام. وبعض الناس لما يجوع يجيله رعشه، يعني انا اعرف ناس كده اول ما السكر ينخفض شويه في جسمه بالذات لما يبقى سنه كبير، لكن بتحصل في بعض الشباب. يعني انا اعرف جراح عظام صادق سنه من سنه، عارف لو جاع وهو بيعمل عمليه مستقيل وتتهش ما يعرفش يكمل، يروح حاطط فوطه وطالع شارب كوبايه نسكافيه واخد باكو بسكوت يخش يبقى تمام على اسد اشتغل، واخد طبيعته كده. ففي ناس اول ما السكر ينخفض في جسمه يجيله رعشه، عرف ضعيف هيترعش ذاته ويصلي وعايز يقرا وعايز يتعبد ويبقى خاشع مع ربه ومش مشغول، ده ياكل ده اول ما تقيم الصلاه ياكل برضه ويبقى بياكل متعبد زي اللي رايح يصلي، الاثنين متعبدين. شفت كرامه ربنا فيها بقى؟ يبقى اللي بياكل واقف قاعد يتعبد، واللي نزل على الصلاه برضه يتعبد، لان ده حاله كده وده حاله كده، وربك بينظر عليك على حسب الحاله اللي اقامك فيها. الوجه الاول، هل الامر هنا على الوجوب يعني مطلقا كده او للندب ان ده مستحب او الاباحه؟ يبقى احنا ممكن نقول قد يكون للوجوب في بعض الصور اذا كان ضعيف الجوع اضعفه وانهكه ولا يستطيع ان يصلي، واجب عليه كل الامر عشان يتقوى على كده، او للندب إذا كان صائما فيندب له أن يعجل بالفطر. كده برضه يبقى الندب في حال الصائم. بل لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور. أو الإباحة اللي هو عنده مستوي الترابيزة. جعان بس مش ضعيف. والأكل جاهز قدامه وهو كده كده هياكل. يبقى ده على الاختيار بقى. ممكن ياكل حسب وقته. افرض ان هو هينزل يصلي في الجامع ويطلع من الجامع عنده معاد مش هيرجع البيت، يبقى ده ياكل احسن، ترجع عنده انه ياكل بدل ما ايه، خصوصا اذا كان ساكن في الدور الخامس وما فيش اسانسير هينزل خمس ادوار
يصلي وبعدين يطلع خمس ادوار ياكل وينزل خمس ادوار ثانيه عشان عنده معركه المغرب والعشاء. يبقى انا نقول له على طول يا عم كل احسن ترجع عندك. ليه؟ يبقى كل واحد حسب ظروفه. طب هو عنده مستوي الطرفين وما عندوش مواعيد، هو كده كده هيصلي ويرجع البيت ومش جعان قوي، يبقى قدم الصلاه بقى. ما انت كده كده قاعد في البيت بقى، ارجع البيت بعد كده وبقى كل براحتك. شفت بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكم النص ويصلح لجميع المقاسات، ودي اعجاز في البيان واعجاز في التشريع. حتى الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله، هو من شيخ مشايخ شيخ السيد عبد الله الكروه، الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله، وكان من كبار علماء الاحناف تركي. ولما سقطت الخلافه وكمان اتاتورك كان يطارد علماء تركيا الاجلاء الكبار، فايه معظمهم فاروا جوه مصر، فجاء مصر الشيخ زاهد الكوثري في الفتره دي، وله مؤلفات وله مقالات كثيره. كان يقول ايه الشيخ زاهد الكوثري؟ يقول ان الفقه الاسلامي معجزه من معجزات النبي لم يتفطن اليها احد. لماذا؟ بيعللها ازاي؟ لانها نصوص محصوره في 500 نص تقريبا تغطي جميع الاحكام فيما يطرا مع تقدم الزمان الى يوم القيامه. مش دي معجزه؟ لان النبي جاب لك دستور مكون من 500 نص من 14 قرن. صالح هذا الدستور لانه يسوسك في جميع احوالك مع تقدم الاعمار وتغير السنين وتغير العادات. مش دي معجزه؟ هات انت دستور بالحكايه. وعشان كده النبي كان يعني معجز في بلاغه بالتشريع في الفاظه. شوفوا هو حديث اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء، او نص دستوري يعني. اقعد بقى طبقه تلاقي ان فيه الوجوب وفيه الندب وفيه الاباحه. شفت قد ايه؟ لا ومش كده وبس، وقد يكون فيه خلاف الاول كمان. اذا كنت شبعان ومش عايز تاكل تاخر للصلاه كده انت وقعت في الكرامه. طب ما نقولش دي الحرمه عشان في نص، لكن قول بالكرامه، وقع في الكرامه لانه خالف النص، لانه مش من اهل النص، حشر نفسه جوه نص هو مش بتاعه، دخل في بيت مش بتاعه، البيت ده لغيرك، وقد يكون ليك في احوال معينه لكن شغل مش بتاعك دلوقتي، فكأنك انتحلت شخصية مش شخصيتك. فهم؟ هل الأمر هنا على الوجوب أو للندب أو الإباحة أو هو على جهة التوسعة؟ التوسعة يعني يشمل كله. أدي معنى التوسعة. هو الراجح إن هو على جهة التوسعة. لأن التوسعة تشمل كله، تشمل الوجوب والندب والإباحة. ليتأتى بذلك للمكلف العمل بفقه الحال. يبقى على حسب حالك، قد يكون واجبا في بعض الاحوال، مستحبا في بعض الاحوال، مباحا في بعض الاحوال. فالذي يكون لحاله ارفع يفعل. فالذي يكون لحاله ارفع يعني اعلى قدرا فليفعل. وانا لو بألف كنت اقول فالذي يكون لحاله ارفق فليفعل. لأن الأرفق هو الأرفع، لأن السنة جاءت لرفع الحرج. فهمت بقى؟ فالأرفع هو الأرفق برضه، فإحنا ما اختلفناش مع الشيخ ولا حاجة. فإحنا موافقين ده سيدنا، ده سيدنا أبو جمرة، ده راجل سيدنا كبير، ده جاء في رؤية لسيدنا الكمال بن الهمام وهو من كبار علماء الأحناف، وكان راجل ولي. هو مدفون جنب سيدي بن عطاء الله. كمال ابن الهمام سيدنا الكمال ابن الهمام كان يزور سيدي ابن عطاء الله كتير، يحبه يزور في مقامه يعني، وكان يقعد يقرا. فبيقول لك من ضمن مره وهو قاعد يقرا بيقرا سوره هود، لانه العلماء دول كان تملي ليه ورد،
مش كل ما يزور يقرا ياسين، اصل مش عاوز غيرها، هو ده شغل العوام. انما العلماء تقول لهم اوراد استمرار عنده قران وشغال، فهو بيزور الشيخ ابن احمد بن عطاء لو كان من ضمن ورده واقف على سورته بعد من القبر كده، بعد ما قرا الفاتحه وكده قاعد من القبر بيقرا ايه سورته، فوصل لحد ايه، فمنهم شقي وسعيد، فسمع من داخل القبر صوت يقول له ليس بيننا شقي. كويس، كشف له يعني، فاوصى احبابه انه لما يموت يدفنوه جنبه سيدي محيي زيدي عطاء الاسد. عشان كده تلاقي قبر ايه كمال ابن الامام ورا قبر سيدي محيي قبر سيدنا احمد بن عطاء الاسد، وهو من مشايخ سيدنا احمد بن عطاء الاسد بالاسناد يعني التصريح، فاحنا مستمدين منه الحمد لله. فقام سيدنا كمال ابن الامام كان كتير يزور سيدي محيي الدين ويرجع منه، فجاء أمر الرسول في الرؤيا قال له ايه لما لا تزور سلطان العلماء؟ فقال له من سلطان العلماء؟ قال ابن ابي دمره. ابن ابي دمره مقبرته قدام سيدي محيي احمد بن عبد الله. فشوف النبي سماه ايه سلطان العلماء، فاحنا ما بنعتمدش على السلاطين يا عم، احنا مش عندهم. لكن انا بقول لك ان الارفع اللي قالوا هنا هو الارفع، لان هي السنه كده، فالذي يكون لحاله ارفع يفعل، فالامر محتمل للجميع. للجميع يعني ايه؟ للندب والوجوب والاباحه. لكن الاظهر والله اعلم ان يكون هذا توسعه ليكون المكلف في كل وقت ياخذ بالاصلح له في دينه. وان كان مثلا وضعت له العشاء وله لها حاجة أكيدة بحيث أن إن قدم الصلاة عليها كان خطره في أعني في عشائه أو به ضعف يعكس به عن توفية أركان صلاته. يعني الواحد وهو شاب بيبقى ساعات صايم والمغرب إمتى وعنده قوة لدرجة إنه حتى ولا مشتاق لا يشرب ولا ياكل. أيام الشباب الواحد بيبقى كده عنده يعني خزين في جسمه. طيب لما تبقى انت كده ولقيتهم اقاموا الصلاه، لو هتروح حتى الميضه تشرب هيجي عليك تكبيره الاحرام، وانت اصلا لا عطشان ولا جعان ومش فارقه معاك، لكن في نفس الوقت عايز تصيب سنه التعجيل الفطر، وعايز تصيب سنه حضور تكبيره الاحرام، تعمل ايه يا فقير؟ يقول لك ينوي الفطر وبعدين يحضر تكبيره الاحرام، يبقى اصاب الاثنين. فإذا نوى الفطر أفطر، يبقى عبد برغم ما دخلش جوفه حاجة. فهمت ازاي؟ ينوي الفطر في قلبه ويقف الصف الله أكبر، يبقى حضر للدين، عمل للدين، يقف. لما الواحد يكبر وتطول بيه العمر، خصوصا إذا كان عنده سكر مثلا، نص لاقي على المغرب يترعش من نقص السكر، ضعيف، مع إن هو لو هو شاب مش تفرق معاه، بس الوقت كبر تغير حاله. بقى ضعيف، يبقى ساعتها لا اقعد افطر، اقعد افطر وكل، وبعد ما بالرغم ان المغرب ده وقته ضيق. فهم؟ كان النبي بيقول اذا كان المغرب المضيق الوقت تقدم الاكل ان احتجته فباقي الصلاه من باب اول. يبقى هو النبي بيتكلم على المغرب وفي نفس الوقت بيفهمك ان الباقي من باب اولى، يسموه ايه؟ مفهوم الموافقه الاولوي. لأن باقي الصلوات توافق للاحتياج للخشوع وعدم الانشغال بغير الصلاة، درجة نهى النبي عن أن يصلي الإنسان وهو حاقد أو حاقد أو حادق كده برضه، أو جائع، جوع شديد، مفرط، في كل الصلوات. طب الصلوات التانية واجب موسع، الظهر قدامك ساعتين ونص ثلاثة على مدة العصر، بقى ممكن آكل وأصلي بقى، لكن المغرب ده وقته مضيق. درجة سيدنا جبريل لما جاء يبين للنبي مواقيت في الصلاة، جاله أول يوم في أول كل وقت وتاني يوم في آخر كل وقت، وفي اليومين جاله في المغرب عند غروب الشمس. يعني كأن المغرب ده وقت مضيق ملوش إيه مساحة. فإذا كان الوقت المضيق تقدم الأكل، يبقى من باب أولى في الواجب الموسع. فهمت بقى؟ كل ده أسرار في بلاغ النبي.
طب ليه والنبي ما قالش يعني ايه اذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فقدموا الطعام؟ طب ما ممكن يبقى نص كده. ليه قال يعني ايه اقيمت الصلاة؟ ولما قال اقيمت الصلاة على فكرة معناه انها الاذان والاقامة، الاذان اعلام الاقامة، وده بيبقى في المغرب. تلاقي الاذان لو ما نزلتش معاه في المغرب ما تلحقش تكبيرة الاحرام. ليه؟ لان المسافة بين الاقامة والاذان عند المالكية ولا شيء، وعند الاحناف كذلك، وعند الشافعية بقدر ركعتين خفيفتين تقرأ فيها الفتحة بدون سورة كمان. يعني كأن الإقامة والأذان حاجة واحدة. يبقى النبي ما يقول إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام، الإقامة لا يسمعها إلا من في المسجد. يعني معناه بيتكلم على الصلاة اللي الإنسان أذنها يبقى إقامة. يعني لما تسمع أنت الأذان في البيت تعرف إن هو إقامة برضو إيه؟ في المغرب بس. ودي القرينة اللي تخلي الناس تفهم من الحديث ده ان النبي بيتكلم عن المغرب وبيتكلم عن العشاء، عن العشاء، العشاء اللي هو الاكل اللي في اخر اليوم. يبقى ما قالش الطعام، قال العشاء. وقيمة الصلاة والإقامة لا يسمعها من خارج المسجد. يبقى معناه يبقى الأذان والإقامة الاثنين يدلوا على بعضهم البعض، وده في المغرب بس. يبقى إذا كان النبي بيتكلم عن المغرب وهي مضيقة الوقت يبقى من باب أولى في الوقت المؤثر. شفت بقى يعني النبي جميل إزاي؟ لو أنت بقى كنت هتبين تقول إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فقدم الطعام، يجي فقيه يقول لك آه إلا المغرب لأن وقتها مضيق لورود الأحاديث الأخرى في تحديد مواقيت الصلاة، ويبقى فقيه يعني فقيه صحيح. ليه؟ لأنه عنده دليل قطعي له أن يستثني ويخصص العموم بإيه؟ بحديث آخر. لكن النبي أراد أن ينفي التخصيص، يقوم يقول إيه؟ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة يبقى المغرب، والمغرب مضيقة الوقت يبقى الباقي فقيه من باب أولى. شفت بقى كل الأسرار في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي بقى. كل ما تقعد تقرا الحديث وتراجعه تاني وتراجعه على ايه؟ على الفروع الفقهيه، تجد ان هو لا يتعارض مع فرع فقهي ولا يتعارض مع احكام اخرى ويتولد منه احكام تانيه، وكل ده نص واحد. يبقى ده مش اعجاز، اعجاز في البلاغ صلى الله عليه وسلم. حد شاعر يعمل زينا افصح العرب صلى الله عليه وسلم يقول اختصر لي الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم، وقال لا يحيط بالعربية إلا نبي. من سعتها لأنها واسعة، ومن سعتها تحملت تجلي الكلام على حروفه. كلام الله قديم، طب كان ممكن يتجلى الكلام القديم ده اللي هو بلا حرف ولا صوت يتجلى على أي لغة؟ لم تتحمله أي لغة إلا اللغة العربية لسعتها. يبقى فيها سر، اللغة العربية فيها سر تحمل تجلي الكلام القديم. فاهم؟ تبقى هي دي سيدة اللغات. اللغة العربية دي سيدة اللغات، مش تعصب. لا ده واقع، لأن ربنا هو اللي علم الناس الألسنة كلها واللغات كلها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. مش كده برضه؟ فاختلاف الألسنة ده خلق الله. لكن ربنا اللي خلق اختلاف الألسنة اختار من وسط الألسنة لسان معين عربي بلسان عربي مبين. ده العربية دي مقدسة. يبقى اللغة العربية لغة مقدسة، قدسها القرآن واختيار الله لتجلي كلامه القديم وهي صفة قديمة عليها. يبقى التجلي حادث والمتجلي قديم. فهمت بقى؟ التجلي حادث مخلوق لأن اللغة مخلوق، مش كده برضه؟ والمتجلي قديم. المتجلي كلام الله، والمتجلى عليه اللغة العربية الكلام. يبقى القرآن له وجه قديم ووجه حادث. وجه القديم نسبته إلى الله،
واقول حادث نسبته لنطق المتكلم. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده قضيه خلط القران اتحلت. المعتزله بيبصوا من جهه فعل المكلف، واهل السنه بيبصوا من جهه نسبتها الى الله، فقعدوا يتخانقوا يجي 200 سنه. ده يقول لك القران قديم والثاني يقول لك لا حادث، واتخانقوا مع بعض. درجه الامام احمد بن حنبل اتسجن فيه لحد ما مرت السنين وهديوا وبطلوا تعصب وخناق. قعدوا يفكروا، لا انت خلاف ايه؟ لفظي مش خلاف معناه. ده المعتزله نظرت الى فعل المكلف، وفعل المكلف مخلوق. لو انت ما تتلو القران ده طالع من فمك، مش ده مخلوق؟ مخلوق. واهل السنه بيتكلموا بنسبه القران لله، كلام الله، فكلام الله صفه قديمه. يبقى ما فيش خلاف. ده واحد بيتكلم على جهه والتاني بيتكلم على جهه ثانيه. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده لازم نحدد جهه الايه؟ موضع النزاع. يقول لك بدايه الخلاف نحدد موضع النزاع الاول. احنا متنازعين على ايه؟ نشوف الاول متنازعين على ايه؟ يمكن لما نحدد موضع النزاع ما نجدش ان في موضع. وان انت فاهم بطريقه وانا فاهم بطريقه، ولما نوحد الفهم نطلع فاهمين زي بعض. عشان كده يقول لك لو حررنا مواضع النزاع في الخلاف بين كثير من الفقهاء لارتفع الخلاف. ده انت بيتكلم من جهه والتاني بيتكلم من جهه. كان خاطره لو قدم الصلاه وهو جائع كان خاطره في اعني في عشائي او به ضعف يعجز بي عن توفيه اركان صلاه، فإذا تعشى وجد بها قوة على توفية صلاتي، وهذا وما أشبهه تقديم العشاء في حقي أفضل. وإن كان ممن لا شهوة له في عشائه، يعني مش جعان، وقوى مجموعة يعني قوي، أو أنه يخاف إن تعشى يلحق ما يلحق بعض الناس أثر الطعام من الكسل. في ناس أول ما يأكل يقول لك غلطون، صح ولا لا؟ طبعه كده. ما يبقى هيقول لك اتعشى وتمشى وتغدى وتمدد. في المصريين بيقولوا كده. اذا كان هو من النوع اللي بيتغدى بيتمدد ده بقى يبقى هضيع عليه الصلاه خالص. لا لا، يبقى صلي الاول. يبقى كل واحد بياخد الحكم على حسب حجمه. فاهم؟ لكن واحد تاني لما بياكل ما بيتبهاش ما بيجي له نشاط، ده ياكل الاول ويصلي. يبقى كل واحد على حسب حاله. وهذا وشبه تقديم الصلاه خير له، وان كان ممن الأمر عنده سيان يعني سواء كده أو كده، قدم العشاء أو الصلاة لم يظهر له ترجيح بينهما، فهنا ينظر لوقت الصلاة. فإن كان مغربا فالأولى تقدمها لأنه الوقت المجمع على فضيلته، وإن كانت العشاء فلا يخلو أن يدرك، وإن كانت العشاء فلا يخلو أن يدرك جماعة أخرى، أو ليس فإن كان أخرى أو ليس فإن كان يدرك جماعة أخرى فتقديم العشاء أفضل، لأن تأخير الصلاة وترك الشغل بعدها أفضل بالنسبة للعشاء. العشاء وقتها الأصلي عند منتصف الليل، ولكن النبي ليه قدمها؟ قال لولا أن أشق عليكم لصليتها في هذا الوقت. ما هو مرة أخر حتى نام الناس في المسجد مستنين النبي يطلع. فقام سيدنا عمر وقال يا رسول الله نام الناس ونامت النساء. فقام خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان هذا لوقتها، ولولا ان اشق عليكم لصليتها كذا كل يوم. يبقى العشاء الافضل تاخرها بس بجماعه. فهمت بقى؟ بس بجماعه، لكن مش هيقصر الجماعه، يبقى يقدمها بقى احسن. لكن باقي الصلوات باول وقتها افضل الا العشاء، تأخيرها أفضل في جماعة. عشان كده كان تملي المعتاد لو بيدوا درس من المغرب والعشاء وجا وقت العشاء الشيخ يستمر في الدرس، لكن لو بيدي درس بعد العصر وجا وقت المغرب الشيخ يوقف الدرس على طول ويصلوا المغرب على طول لضيق وقت هذا والثانية لساعة وقتها واستحباب تأخيره. واضح؟ وإن كان لا يدرك جماعة أخرى فتقديم الصلاة أولى، لأنه من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. اللي يصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف ليلة، والفجر في جماعة
فكأنما قام نصف ليلة، يبقى اللي يصلي الاثنين فكأنما قام الليل كله. يبقى اللي يصلي العشاء كل يوم في جماعة والفجر كل يوم في جماعة مكتوب عند الله قائم لليل، يبعث مع قوام الليل. ودي فضيلة حلوة للتنام لأن ما يقدرش يوم اللي يصلي. حافظ على العشاء والجماعة وحافظ على الفجر والجماعة وروح نام. مكتوب عند الله قائم الليل كله، دي بفضله بشرف النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة ربنا فينا، لأن نظر إلى ضعفنا هو لطيف بينا. بل بالعكس، ده أنت لما تقاوم ضعفك ربنا يكره هذا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليعبد أحدكم ربه نشاطه. فالشرع رفيق بينا. فتقديم الصلاة أولى، لأنه من صلىها في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. وكما يبقى اللي يصلي العشاء في جماعة كل يوم في رمضان والفجر في جماعة كل يوم في رمضان وما يصليش التراويح أصاب ليلة القدر أكيد، وخد من ليلة القدر النصيب الأوفى. شوف تقديم رحمة ربنا. يعني لو أنت ما بتقدرش تصلي صلاة طويلة زي بتاعتنا، ولا عندك وقت تصلي صلاة قصيرة زي الصلوات التانية اللي الشيخ يجي يقول الله أكبر الله أكبر، تخلص الصلاة معاه بتنهج كأنك طالع من إيه، من سباق. في ناس كده وناس كده، وكل الأنواع ربنا خلي كل المقاسات عشان إيه توفي الأمة كلها. مرة كان بعض مشايخنا يتريق ويقول لك شيخ كان بيصلي بالناس، فيصلي بهم بالضحى، يقولوا له طولت، صلت الضحى طولت، فقام بقى يصلي بيهم والضحى الله أكبر والركعة الثانية بعد آمين والليل إذا سجى الله أكبر، انبسطوا منه. فجاء مرة المدهامتان قالوا له طولت مدهامة واحدة. ففي ناس تحب إيه على طول تكلم ماشي، ما يجراش حاجة برضه رحمة، بس احضر العشاء بجماعة والفجر بجماعة وربنا هيرحمنا كلنا. واضح؟ لا، يوم التاني اللي بيصلي صلاة طويلة ما يعجبش بيها ولا يعتمد عليها، والتاني ما ييأس برحمة ربه، والكل يبقى عمله في الله كده، والكل بيظن كل الناس خير، فاهم؟ فلا ده يعجب بعمله ولا ده يستهتر بإيمانه. بل الإيمان ده بيقول لك لو كشف نور المؤمن العاصي لغطى نور الشمس، فما بالك الطاهر. نور الإيمان دي حاجة تانية كبيرة أوي، لأن حتى المؤمن العاصي ده لما بيعصر ضميره مأنب، وهو بيعصر ضميره مأنب، يقول يا رب توب علي، هو شغال بيشرب الخمر مع كل شفطة، يا رب توب علي بقى. مش بيعملوا كده، بيعملوا كده والله. لكن هات الكافر بقى اللي بيشرب الخمرة، ويجيب لك بعدها ضميره مش مأنب ومش متحرك. فرق كبير وانت بتعمل الحاجة وضميرك مأنبك، لأن إيمانك بيدفعك لك عايز تبطلها اللي هي النفس اللوامة، والتاني لنفسه أمارة، ده فرق كبير تاني، فاهم؟ عشان كده ما تستهترش بالمسلم حتى ولو كان عاصي، حتى ولو كان في سر، سر الإيمان هو ربنا انتخب وخلاه من أمة النبي. هو لما ربنا انتخبه كده وخلاه من أمة النبي، دي اللي سر وضعه فيه، فهمت ازاي؟ بس السر اللي وضعه فيه ده تحترمه، سر اختيار الله له، فاهم؟ وعشان كده ايه تحترم الامه كلها، يبقى الامه كلها فوق دماغك، طائعهم وعاصيهم مع طائعهم. لان اصل الامه هتيجي ازاي؟ ما الامه هتتجمع كلها، الطائع منهم هيشفع في العاصي، والنبي يشفع في الكل، وكله يدخل الجنه عشان النبي يفرح. هي دي الحكايه، هي دي الحكايه كلها يعني باختصار كده، فاهم؟ ما فيش حد هيشمت في حد، بل بالعكس، ده الواحد يبقى واقف يقول يا رب الجلع ده كان بيصلي معانا، ليه مزنوق كده يا رب؟ يقول ربنا بيقول بيصلي معاك؟ طب خده فيك. وده اللي حصل. فمن رحمة ربنا انها أمة مرحومة. بعيد ليه الأمة المرحومة؟ فما تظنش بالمسلمين سوء أبدا. خد بالك الحتة دي مهمة. وإن كان لا يدرك جماعة أخرى فتقديم الصلاة أولى، لأنه من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. وكما رجحنا بالنسبة إلى النظر إلى حال فكذلك يلزم الترجيح لنظر الغير، إن كانت عشاء غيره ملتزمة مع عشائه
زي ما بيوصل مصلحته جعان يقدم الاكل وشبعان ياخر الاكل ويصلي، يبص برضه المصلحه غيره. هو امام مسجد، وامام المسجد مش هيقيم الصلاه الا زميين، يقعد هو يتعشى بقى ويشرب الشاي ويسيب الناس قاعده مدعوها في الجامع، ما يعمل حساب غيره. وحب الاخير ما تحب لنفسك، فهمت؟ فيراعي برضه مصلحه غيره اذا كان صلاه غيره ملتزمه لصلاته ان كان اماما، فهمت بقى؟ شفت الفقه قاعد يتسع ازاي؟ الاول متعلق بك انت نفسك وعلاقتك بربك، ثم يتسع ويصير علاقتك بغيرك، فهمت؟ لان كلها عبادات، يبقى لازم تراعي علاقتك مع ربك. عشان كده في الدعاء ان لك حقوقا كثيره فيما بيني وبينك، وحقوقا كثيره فيما بيني وبين خلقك، وما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني، فهمت؟ فالواحد ما يجيش ايه عامل حقوق نفسه كلها تمام التمام بالشرع الشريف، لكن ظالم الناس وتعب الناس، ما ينفعش، حرام برضه. عشان كده بيقول لك وكما رجحنا بالنسبه الى النظر الى حاله فكذلك يلزمه الترجيح لنظر الغير. ان كانت عشاء غيره ملتزمه مع عشائه، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تعالى اعلم. ده الوجه الاول، وهو وجه وجيه على فكره، وكلام نوراني من الشيخ ابن ابي بكر رحمه الله، وربنا يبلغه منا السلام وانفعنا بالهدى الطيب. وجزاكم الله خير.